قومي 7 حتى الدرس السابع في الوحدة الأولى. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة للعدد 7 دائر على التلت. 7 دائر دي معناها 7 على 9، أو ممكن تجيب الآلة الحاسبة وتقول 0 علامة تملى الآلة كلها 7، معنى كده إن عدد 7 عدد غير منتهي، يطلع لك الناتج 7 على 9. بعد كده تقسمها على التلت، يعني محدش يقول دي 7 على 10 يا ولاد، ماشي؟ ده عدد دائر غير منتهي يعني. يبقى 7 على 9 في مقلوب الكسر التاني، 3 على 3 في الواحد، 9 على 3 فيها 3، 1 في 7 في 7، 1 في 3 في 3، يطلع ناتج 7 على 3 اللي هي الإجابة د. السؤال اللي بعده رقم 2، إذا كان x على y تساوي 3 على 4، فإن 4x على y، لو ضربت الـ4 في الـx كده يبقى 4x على y هتفضل 3 زي ما هي، لأن الـ4 ضربت في الـx، فهمتوا؟ فيطلع ناتج بكام؟ ب3، اللي هي ج. أنا ضربت الـ4 في الـx وسبت 3 زي ما هي. السؤال اللي بعده رقم 3، بيقول لي باقي طرح 3 على 5 من 7 على 10، يعني 7 على 10 دي المطروح منه، هطرح منها 3 على 5. عشان اطرح يا ولاد لازم اوحد المقامات، اجيب المضاعف المشترك الاصغر للمقامات اللي هو 10، 2 في 5 ب10 و2 في 3 ب6، 7 ناقص 6 ب1 واكتب 10 في المقام، يعني يطلع ناتج 1 على 10. السؤال اللي بعده رقم 4، هنا فاي والمجموعة، فاي بيكون مجموعة جزئية من المجموعة اللي هي 3 و4، يبقى فاي دي ايه؟ جزئية، لأن فاي جزئية من أي مجموعة، أي مجموعة فاي بتبقى جزئية من نفسها، حتى فاي جزئية من نفسها. السؤال رقم 5 بيقول إذا انخفض سعر سلعة من 2700 جنيه انخفض إلى 2448 جنيه، فما معدل التخفيض؟ عشان تجيب معدل التخفيض لازم تجيب قيمة التخفيض الأول، شوف هو نقص كام، يبقى أنت هتجيب قيمة التخفيض. شوف التخفيض قد إيه، تقول 2700 ناقص 2448، قول 10 ناقص 4 ب6، 9 ناقص 8 ب1، 6 ناقص 4 ب2، يعني خصم 216 جنيه، يبقى نجيب معدل التخفيض. عشان أجيب معدل التخفيض يا ولاد بجيب قيمة التخفيض اللي هي 216 أقسمها على العدد الأصلي اللي هو 2700 جنيه وأحولها لنسبة مئوية، يعني هضرب في 100 لكل في 100، أجيب الآلة الحاسبة وأقول 216 على 2700 في 100 يديك 8%، يبقى معدل التخفيض بيساوي 8%، ده معدل التخفيض. المسألة رقم 5. سؤال رقم 6، ما المعكوس الضربي لعدد -7.25؟ المعكوس الضربي لازم تحل المسألة دي الأول، قول -7.25 بيساوي، هسيب الأربعة زي ما هي والإشارة بره، الأربعة في 7 ب 28 و 1 و 29، يبقى ده العدد. طب المعكوس، المعكوس الضربي بنقلب الكسر، هتقلب العدد ده تبقى -4/29، يبقى دي إجابتك، -4/29. السؤال اللي بعده رقم 2، استخدم خاصية التوزيع في إيجاد ناتج ما يلي. رقم 1 بيقول لي هنا -4/9 في 8 زائد 9 في -4/9 زائد -4/9. هنا عشان استخدم خاصية التوزيع باخد الكسر المتكرر اللي هو -4/9 وافتح قوس كبير. عندك كام حد؟ 1 2 3، 3 حدود، يبقى في 3 حدود لازم يبقى جوه القوس. هتقسم الحد الأول على -4/9 يبقى تبادل، وتقسم الحد -4/9 على -4/9، هنا انت في الواحد، 1 في 9 ب9، موجب 9، وهنا تكتب موجب -4/9 على -4/9 في الواحد. محدش ينسى الحد ده، كتير ينسى يكتب الحد ده يقوم عاملها كده وخلاص، لا، هما 3 حدود يا ولاد، يبقى لازم في 3 حدود جوه. بتكتب بقى -4/9 في 9 زائد 8 17، 1 18، 18 على 9 في 2، 2 في -4 في -8، يبقى انت استخدمت خاصية ايه؟ التوزيع. السؤال اللي بعده رقم 2، جاب لي A و B و C قيم، عايز اجيب قيمة A في C زائد B. ال A كانت ب1.5 هتتضرب في ال C، هي A C معناها A مضروبة في C، يعني 1.5 في قيمة ال C اللي هي -2/3 زائد ال B، ال B اللي هي 3/4،
واحد ونص هرفع الكسر، واحد في اتنين باتنين واحد تلاتة، في سالب اتنين على تلاتة زائد تلاتة على أربعة. لما أجي أحل المسألة دي هختصر تلاتة على تلاتة في الواحد وتلاتة على تلاتة في الواحد، اتنين على اتنين في الواحد، سالب اتنين على اتنين في السالب واحد، يبقى الناتج سالب واحد زائد تلات أرباع. تمام؟ طيب سالب واحد زائد تلات أرباع، السالب واحد ده ممكن تخليه سالب أربعة على أربعة عشان تخلي المقامات متجانسة وتقدر تحلها. المقامات بقت متجانسة، تكتب سالب أربعة زائد تلاتة تبقى سالب واحد، يبقى الناتج بتاعك هيطلع سالب ربع. الناتج هيطلع سالب ربع للمسألة اللي هي اتنين في السؤال التاني. السؤال اللي بعده رقم تلاتة، استخدمت عدسة مكبرة في تكبير حشرة طولها 7 من 10 مليمتر، فكان طولها بعد التكبير 14 سنتيمتر، أو بالنسبة للتكبير نسبة التكبير اللي هي مقياس الرسم. أقول له مقياس الرسم، مقياس الرسم هو النسبة بين الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. الطول في الرسم إلى الطول الحقيقي. طيب هتعمل نسبة، مقياس الرسم بيساوي ها النسبة بين الرسم إلى الحقيقي، من الشمال لليمين كده يا ولاد عشان ما نتلخبطش من ده وتحت. تمام، الطول كم بكم في الرسم؟ هي طولها الحقيقي الحشرة كان طولها 7 من 10 مليمتر، ده الطول الحقيقي. الرسم يعني بعد ما اتكبرت بقت 14 سنتيمتر، هي كانت مليمتر. طب خد بالك لازم يكون حدي النسبة من نفس النوع، يبقى انت لازم تحول مين؟ هتحول الكبير يبقى زي الصغير. طب الكبير السنتيمتر، انت عندك التحويلات على ايدك، كيلو متر، متر، ديسيمتر، سنتيمتر، مليمتر. هنا في صفر، هنا صفر، هنا صفر، هنا 3 اصفار. انت رايح كده بتضرب، عشان تروح من السنتيمتر للمليمتر بتضرب في 10، يبقى انت هتحل ده، هتحول ده، يبقى هنا 14 في 10 تبقى 140 مليمتر، يبقى الشكل دي، ودي 7 من 10. بعد كده تبسط النسبة في أسفل الصورة، يجب أن يكون حدي النسبة من نفس النوع، يعني ما يبقاش في هنا عدد عشري أو كسر عشري وهنا عدد صحيح، لا لازم اتخلص من علامة اقوم ضارب في 10، فيبقى هنا 1400 وهنا 7، يبقى انا ضربت في 10 عددين. بعد كده اقوم قاسم على كام؟ على السبعة اللي هو العامل المشترك الأعلى بينهم، 14 على السبعة في الاتنين وانزل الصفرين، وهنا 7 على السبعة في الواحد يبقى 200 إلى 1. يبقى نسبة التكبير كام إلى كام؟ 200 إلى 1. أقول له نسبة التكبير، وخد بالك نسبة التكبير طبعا أنت العدد الأول أكبر من التاني، ال 200 على 1 فال 200، فأنت اتأكد برضو من الحل بتاعك وأنت بتحل.